السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا ممكن يكون عندي فيديوهات موجودة في شتات وفيديوهات مش موجودة في شتات، فأنا عايز أفلتر وأظهر بس الفيديوهات اللي مش موجودة في شتات عشان أشوف لو أنا مش محتاجهم ألغيهم، ولو أنا نسيت أحطهم في شيت أبدأ أحطهم في شيت. طيب أعمل الموضوع ده إزاي؟ خلينا مثلا نعمل شيت جديد أهوت، وأسحب ليفل 1 في قلبي، فيبقى أنا كده عندي ليفل 1 موجود في شيت، وليفل 2 والسايت والسيلينج بلان مش موجود في شيت. هاجي هنا من فيو براوس اورجنايزيشن واقول له مثلا رتبهم لي بالتايب سيبلين او بالفيس او اي حاجه انت عايزها، وبعد كده هخش اديت واقول له فلتر لي بالشيت نمبر. تمام، انا عايز الشيتات الفيوهات اللي الشيت نمبر فيها بيساوي نان. اوكي هتلاقي ان ليفل 2 بقى موجود وليفل 1 اختفى. ليه اختفى؟ لما تبص على ليفل 2 مش هتلاقي فيه هنا الشيت نمبر، انما لو رجعنا تاني ولغينا الفلتر دوت عشان نفهم بس الفكره، هيظهر الليفل 1 موجود فيه خاصيتين اللي هي الشيت نمبر والشيت نيم. تمام، فانا بالطريقه ديت قدرت افلتر واعرف ايه الفيوهات اللي مش موجوده في الشيتات.